السلام عليكم مستمعينا، مستمع الراديو 9090، معاكم مها مصطفى مع آيات الله. ولسه معاكم ومعايا ومنوراني ومشرفاني النهاردة دكتورة دينا سامي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. منورانا يا دكتورة دينا. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. النهاردة مستمعينا هنتكلم عن الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الصلاة أقوى شعائر الإسلام، ولو فتشنا في آيات القرآن الكريم، طبعا حضرتك قلتي أقم الصلاة وأمر بالمعروف على لسان سيدنا لقمان عليه السلام لابنه، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ونحن في شهر رمضان، طبعا شهر العبادات والروحانيات، شهر أداء العبادات، وخاصة بقى صلاة التراويح اللي الكل بينتظرها من العام للتاني، من رمضان لرمضان طبعا. فهو أقوى حبل ورباط بين المسلم وبين عبده، بين المسلم وبين الله سبحانه وتعالى. يعني الشعيرة الوحيدة التي جاءت بدون واسطة، يعني تخيلي ان كل العبادات سواء بقى الزكاة والصوم والحج، كل ده جت بواسطة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة استدعت السماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان ربنا يقول لنا الخمس صلوات ده، او يفرض علينا الخمس صلوات ده. فهي يعني علشان اهميتها دعي لها سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبل وثيق، عماد الدين كما قال صلى الله عليه وسلم، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. لو بصينا على كل الشعائر، سواء الزكاة سواء الحج، حتى النطق بالشهادتين، حتى الصوم اللي احنا في شهر الصوم، هنلاقيه اجتمع بأكمال كل الفرائض في فريضة الصلاة. ازاي؟ الشهادتين، الإنسان بينطق الشهادتين في الصلاة. الزكاة، الزكاة الإنسان، علماء الاقتصاد قالوا إن الزكاة أصلا دي عبارة، المال في الاقتصاد عبارة عن اقتطاع الوقت، عبارة عن اقتطاع الوقت، لأنه اقتطاع العمل، فاقتطاع العمل يقتضي اقتطاع الوقت. أنا ما بقتطع جزء من وقتي علشان أؤدي صلاتي، معنى كده أن أنا بزكي عن وقتي. الوقت ده اللي أنا بقول بقى ده أنا هضيع وقتي وكذا، ربنا بيبارك لي في بقية الأوقات علشان خاطر الوقت اللي أنا اقتطعته للصلاة ده. نيجي على الصوم، الصلاة لا فيها لا أكل ولا شرب ولا شهوات ولا أي شيء. نيجي على الحج، دايما الإنسان مستقبل القبلة ولا تصح صلاته أبدا بدون أن هو يستقبل الكعبة. فإذا الصلاة اجتمع فيها كل أركان الإسلام، يعني إذا كأن زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام وركن الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى ما قالش بس صلوا بس، لا قال حافظوا على الصلوات، قال أقيموا الصلاة. يعني معنى إيه أقيموا الصلاة؟ يعني أدوها بأركانها وبشروطها وبأدبها وبسننها وبكل شيء فيها، حتى الهيئات والأبعاد اللي موجودة في الصلاة. الإنسان مفترض إن هو يحافظ على حبل الود وحبل الصلة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب إيه الفرق ما بين الإنسان المسلم وغير المسلم؟ كل العبادات تحسها باطنة كده، مش هيشوفها، لا هيشوف انت صمت ولا هيشوف ان انت رحت حجيت، لكن هيشوفك خمس مرات في اليوم وانت قايم تتوضى وتصلي. يبقى اذا الفارق بين الانسان المسلم وغير المسلم هو شعيرة الصلاة، فعلى كل انسان ان يعني يحافظ عليها بقدر المستطاع، لان هي ركن الاساسي من اركان الايه، من اركان الاسلام. نخرج لفاصل مستمعينا ونرجع تاني. ورجعنا لكم مستمعينا، مستمع الراديو 9090 مع آيات الله، ولسه منوراني ومشرفاني دكتورة دينا سامي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. دكتورة دينا، هسأل حضرتك، أنا كنت بقولك أنا ولادي وولاد إخواتي وولادنا كلنا دلوقتي في الأعمار اللي لسه يعني 10 و11 و9، بيسألونا إحنا ليه بنصلي؟ صحيح، طبعا الإجابة هتكون بمنتهى البساطة لأن بتتناسب مع عقلية الأطفال. هتقول له اللي بيحب حد بينساه؟ لا، اللي بيحب حد دايما بيذكره. واحنا بنحب ربنا عشان ربنا هو اللي وهبنا، هو اللي أعطانا كل حاجة، أعطانا الأم وأعطانا الأب وأعطانا المال وأعطانا البيت وأعطانا كل حاجة، وأفضل أعدد لابني أو لبنتي النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى. فأنا عشان بحب ربنا لازم أذكره. ذكر ربنا بقى إيه الوسيلة والطريق له؟
ان انا اصلي الفرائض اللي هو قال لي عليها في الوقت اللي حددها لي. علشان كده دايما النبي عليه الصلاه والسلام نقول له اخر حاجه وصى بيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه في مرض موتي، الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، كانه بيقول الزموا الصلاه، الدنيا هتنفتح عليكم قوي، الدنيا هتشغلكم قوي، وبالتالي هتضيعوا كتير من اوقات الصلاه. الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في مرض موته جمع له الناس وقال قولوا لي على أرجى آية في كتاب الله. إيه أرجى آية؟ يعني يطمن الإنسان المسلم كده، واللي ما يسمعها كده يحس بسعة يعني في رحمة ربنا أكتر وأكتر. فبعدين قالوا له بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. فالإمام علي بن أبي طالب قال جميل، ولكن ليست هذه الآية التي أريدها. قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال لهم جميل بس لكن ليست هذه هي الآية التي أريدها. فسكت كل الصحابة زي ما يتقال في الحديث، أحجم الصحابة عن الكلام، قالوا ما لكم لا تنطقون، قالوا قلنا لك آية كذا وآية كذا، فما هذه الآية؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أرجى آية في كتاب الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كأن معنى كده إن أنا ما بين الظهر وما بين العصر في ذنوب أو معاصي هعملها، إيه اللي هيكفر لي عنها؟ الصلاة. العصر والمغرب إيه اللي هيكفر لي عنها؟ الصلاة. العشاء والفجر إلى إيه؟ يعني كل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مكفرات لما بينهن، يعني الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. إذن أنا محتاج المعية دي معايا ولا لأ؟ طبعا طبعا محتاجين. لا أحد يستغني عن الله سبحانه وتعالى، والله وحده هو الغني عن العباد. يا رب يا رب ثبتنا على الصلاة دائما يا رب وأبدا، يرزقنا الثبات والطمأنينة دائما. آمين يا رب العالمين. أختم مع حضرتك، عايزة أسأل حضرتك فضل. ثمرة الصلاة في الدنيا وفي الآخرة. يكفي الصلاة ثمرة أن الإنسان يكون مطمئن لأنه أدى الفريضة المفترض عليه، دي أول حاجة. يعني شعور الإنسان بالثبات والطمأنينة والسكينة ده يكفي أن هي إيه تسعد الإنسان ظاهريا. يعني الانسان كده يكون يعني ايه مش شايل الهم دايما كده، نشوف الناس يقولوا وانت مالك شايل الهم ليه كده على طول؟ صح. يعني ايه الهم حتى ما يظهرش ظاهريا عليه، وكذا باطنيا حينما يريد من الله سبحانه وتعالى شيء يعني سريعا يهرع الى الصلاه. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام دايما كان بيقول ايه مصدر الراحه بتاعته، ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها يا بلال. فدي مصدر سعاده وراحه وسكينه وطمانينه، ومحروم من لم يحافظ على صلاته. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. دكتورة دينا سامي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، نورتينا النهاردة في راديو 90 90. هستأذن حضرتك نختم بالدعاء. احنا علشان بنتكلم عن الصلاة وبنقول انها كلها ثبات وطمأنينة، فاحنا هندعو ونقول اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة. آمين. تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واجعلنا يا رب دائما من المقيمين والمحافظين على الصلوات. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.